في عيد الميلاد المجيد بنهنئ من أعماق قلوبنا قداسة البابا رأس الكنيسة المنظور قداسة البابا تودروس الثاني اللي دايما بيعلمنا كيفية الإيجابية وبيعلمنا كيفية المشاركة اللي علم العالم كله هو وفضيلة شيخ الأزهر في المشاركة الإيجابية في ثورة 2013 وده كان حدث تاريخي ونقلة مصر لجمهورية جديدة. بنهني قداستك بنقول له إلى منتهى الأوام وكل سنة وقداستك طيب وربنا يعني يديمك للكنيسة سنين عديدة وزمنة سنوية. بنهني أيضا أبينا الأسقف نيابة الأنبا يوقيم أسقف العام بمدينة إسنا وأرمنت ونهني كل الآباء الأحبار الأجلاء وكل شعب الكنيسة وكل مصر لأنه عيد الميلاد هو عيد المصريين لأن أجازة في 7 يناير دي في كل المصريين بياخدوا فيه أجازة. بنقول كل مصر كل سنة ومصر بخير. Happy New Year, Merry Christmas. كل سنة طيبين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح وبمناسبة رأس السنة الميلادية. أحب أقول لكل أصحابي وكل إخواتي كل سنة طيبين وأحب أهنئ طبعا في الأول خالص قداسة البابا كل سنة وقدسك طيب وأحب أهنئك نيافة الأنبا أرمية كل سنة وقدسك طيب وقدستك بألف خير وصحة وسلام. أحب أهنئ كل إخواتي بعيد ميلاد السيد المسيح كل سنة طيب. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. النهاردة بنحتفل بعيد تأسيس الكتاب المقدس ودي فرصة عظيمة إن احنا نبارك لدار الكتاب ونقول لهم كل سنة طيبين ودي أحلى أيام وكتاب مقدس النهاردة انتشر في العالم كله وإحنا متشكرين جدا لدار الكتاب إنها نشرت الكتاب في العالم كله والكتاب دلوقتي يعني بينشر المسيحية يعتبر في العالم كله ونشكر ربنا على هذا الإنجاز الكبير وكل سنة وحضراتكم جميعا بخير وببركة وبركة ربنا تكون معكم. Our Lord came for us Our Lord born in a manger like us because he truly loves us he loved all of us he redeemed all of our souls our Lord came for us our Lord كل سنة وانت طيبين كل سنة وانت طيبين